السلام عليكم. عندنا اليوم وليد شفا موديله 87 موتر منصور نعيمي من قطر. نبي نشتغل على موتره تحويل من كرت مروحه الى مراوح كهرب. راح نركبها مراوح يوكن 2013 مع رديتها 454 موديل 99 تفصيل ضفيرة مراوح جديدة اشراك ايطالي مع بوكس خاص من المراوح. تشتغل على سرعتين على حساس سرعة اولى وسرعة ثانية. تركيب دينامو 140 امبير وتركيب كمبرسر سيزو 7 بيستم على نفس قواعد الوكالة مع كبس اللي جديد تنظيف دائرة المكيف بالكامل والكامل وجه الله. بعد ما ننتهي من الشغل راح نغسل له رفارف الداخلية والمتينة. طلب من عندنا صاحب السيارة نغير له كفرات 4 جديد غير البوالين وتركيب مسجل حتى الوكالة. هذا المسجل اللي عليه حاليا وهذا المسجل اللي جابها. طلب من عندي اركب له المسجل بلاتوت وراح نشيك الفياشة المسجل موجودة ولا لا. وتركيب اللي جابه كفر قريب من نكشة الوكالة وجاب شيال سبير. هذا الموتر قبل الشغل. نبدأ نفك الكمبرسر. هذا الكمبرسر راح نفكه. فكينا الكمبرسر طلعناه. نبي نفك نفك كور المروحة. نبي نطلع كرت المروحة بعد. فكينا كور حق المروحة. باقي نبي نفك مسامير كرت المروحة. دينامو فكينا كرت المروحة. باقي الراديتر نبي نفكه ان شاء الله. باقي الراديتر نطلع الراديتر عنه وديت المكيف. هذا رديت المكيف فكينا كمبرسر كرت المروحة رديت الرلمة رديت المكيف مواسير المكيف الخزان. شوف الثلاجة فيها وصخ. هذا رديت المكيف. هذا قبل التنظيف أنا بنطبق الكمبرسر. بعد ما نطبق الكمبرسر راح نجيب رديتر جديد مراوح. أنا طلب صاحب السيارة مستخدمة أصلية وراح ننظف الثلاجة بدون لا نفك ثلاجة المكيف. شغالين تنظيف هذا الثلاجة. وهذا الفلتر حق الثلاجة حق المكيف بنفكه الآن. شغل المكيف في إبراد. تم تركيب رديت المكيف
تركيب الخزان بعد التنظيف، ركبنا كمبرسر على نفس قواعد الوكالة، باقي الركب السير. وهذا رديت رانما الجديد 454 موديل 99، رصتين، كنا 4 رصات، الكبير جديد. وهذا المراوح على طلب صاحب السيارة أصلية مستخدمة، عدد الريش 9 في 7، أصلية وكالة حقت كتلك ما شاء الله. وهذه الضفيرة حقت المراوح، أفياش جديدة، أسلاك جديدة إيطالي، بوكس مجموعة فيها الكتاوتات حقت المراوح وكتاوة المكيف، باقي الركبة فيوزات. وهذا رابر الراديتر اللي فوق جديد، هذا صناعة الكتاوتات ألمانيا. هذا الغطاء حق البوكس تركب بالشكل هذا. وهذا الفيش حق الحساس حق المراوح، سرعتين حساس واحد. ركبنا الدينامو 140 امبير، ركبنا التحويلة حق الدينامو بدون قص الفيش حق الوكالة، تركب على الفيش حق الوكالة في الدينامو. فكينا المسجل اللي كانت مرهمة عليه هذه، لقينا مكان المسجل حق الوكالة مقصوص، فتمسك المسجل حق الوكالة. هذه القطعة جبناها من عندنا، قصيناها وبرشمناها مثل ما انتم شايفين. باقي الجهة هذه جبناها له بعد، راح نركبها. وعنده فياش المسجل حقات الوكالة ما هي موجودة، راح نجيب الفياش من عندنا. والمسجل اللي جابها طلعت خربانة، احنا راح نوفر له، اذا حصلنا مسجل شغال نظيفة راح نركبها له، اذا ما لقينا راح نركب المسجل اللي جابها. ركبنا له السيال وسبين، هذا كيف اللي وفرنا له استخدم في نكت الوكالة. وهذا المسجل اللي راح نركبه، ركبنا لها بلوتوث راح نركبها، ركبنا قواعد المسجل اللي في الطول. وهذا المسجل اللي من عندنا حق الصالون 87 88. ركبنا القواعد اللي تمسك المسجل مثل الشيخ، الحين نبغى نركبها ان شاء الله. ضرب الغسيل المكينة، بعد ما نغسلها راح نصورها. تم الانتهاء من الشفرة 87 وجاهز للتسليم ان شاء الله. اشتغلنا عليه تركيب كمبرسر فيه ب 7 مسكم على نفس قواعد الوكالة، مع كف الليات جديد على نفس المواسير، ويتركب على كورة المروحة حق الوكالة. يلا هاي طريقة التركيب، يمين يسار. نظفنا دائرة المكيف بالكامل وكان وجه الله، ثلاجة وخزان الراديتر حق المكيف للأمانة ثلج ما شاء الله تبارك الله. ركبنا له دينامو 140 امبير، حولناه من كلت مروحة إلى مراوح كهرباء، فصلنا ضفيرة المراوح، أسلاك جديدة إيطالي مع بوكس خاص المراوح. هذه التوتات المراوح والمكيف، كل مروحة لها فيوز وشغالة، سرعتين، سرعة أولى سرعة ثانية. بعد ما انتهينا من الشغل غسلنا له الظفارة الداخلية والمكينة وسطر الغطاء. الله يسلمك. ركبنا له مسجل من عندنا وفرناه، المسجل اللي جابها طلعت خربانة. هذا المسجل شغال. هذا الدينامو مضغط.
وركبنا له شيال سبير، جاب صاحب السيارة وصاحب السيارة جاب جنب بدون كفر، وفرنا له كفر صناعة الصيني قريبة من نكسة الوكالة، ركبناه ووزننا البريكات الخلفية، طلب من عندنا صاحب السيارة الله يبارك لك أخوي منصور، شايف خيره مخفيك شره، كراج النجاح موقعنا حفر الباطن، مرحبا ومسهلا بالجميع.